رجعنا معكم مره ثانيه على الهواء في نبض الكويت. اليوم مع بيت تمويل الكويتي راح يكون في عندنا سحب حسابي للعملاء الحاصلين على المكافاه الطلابيه. شنو راح يصير؟ من راح يفوز؟ راح نتعرف اكثر على الحساب. خلكم معنا على الهواء في نبض الكويت. يعني نعلن الاسماء الفائزين معنا اليوم، هو عبارة عن مبلغ 250 دينار خاص بالكافة الطلابية. نقول لهم ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك عليك يا ولدي، فزت يا بدر سالم حمود السعيدي، فزت بجيب رانجلر 2019 من بيت التمويل الكويتي.